غرفة الاجتماعات المصغرة التي شكلت بعد 4 أيام من 7 أكتوبر لم تعد موجودة، فالخلافات الداخلية في إسرائيل جعلت مكانها متوقعا حقيقيا. فبعد استقالة عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس وغادي أيزنكوت، وتجاوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المهلة التي كانت ممنوحة له لإقرار خطط اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، قرر نتنياهو إلغاء مجلس الحرب. إذن ما هو مجلس الحرب الإسرائيلي؟ هو أضيق هيئة سياسية وأمنية في إسرائيل، وهو معني في اتخاذ القرارات السياسية في فترة الحرب دون المرور عبر الكنيسة. يعرف أيضاً بحكومة الطوارئ، وتم تشكيله بعد 4 أيام من هجوم 7 أكتوبر. شكل هذا المجلس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وضم أيضاً يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان السابق بني غانتس إلى جانب قائد الأركان السابق غازي أيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، هو كان بصفة مراقب في هذا المجلس. يلعب هذا المجلس دورا مركزيا في إدارة سير الحرب في قطاع غزة، يدير أيضا العمليات هناك بعد موافقة المجلس الوزاري على معظم توصياته وقراراته. مجلس الحرب هذا لا يعتبر بمثابة مجلس قانوني دستوري، فالمجلس القانوني المخول باتخاذ القرارات العسكرية هو المجلس الوزاري المصغر، أي برئاسة بنيامين نتنياهو. عاش هذا المجلس منذ تأسيسه خلافات حادة بين أعضائه، لعل أبرزها كانت بين نتنياهو ويوآف جالانت، اللذين اختلفا على مسألتين، أولهما إدارة المعركة، ثانيهما العلاقة مع واشنطن.